شريف حجار كما جرت العادة دائما تتواصل معنا، شكرا مرة أخرى. يلتحق بنا أيضا يمين بغرارة في روح رياضية كبيرة جدا. أبدأ معك شريف حجار، كيف كانت هذه المباراة بالنسبة لكم؟ كنتم تقدمتم في النتيجة في شوطها الأول، لكن في الشوط الثاني عرف سريع غليزان كيف يعدل النتيجة. في البداية يعني ودي نلتحي يعني الفريق سريع غليزان الأداء الرائع اللي قدموه خاصة في الشوط الثاني، يعني كنا نعرفين ما كانتش مقابلة سهلة، يعني بعض النتائج المتذبذبة تاع سريع غليزان لازم يكون عنده ردة فعل قوية. كما نقولوا احنا في المباراة هذا ما عرفناش يعني نقطة المباراة، لأن كنا سجلنا كنا سباقين في التسجيل، ولكن هناك عدة فرص كنا قادرين يعني خاصة في الشوط الأول كنا قادرين نقتل المقابلة، لأن كمان كانت فيها بعض المساحات اللي قدروا يلعبوا بها وبعض الفرص، ولكن للأسف يعني ما عرفناش كيفاش استغلوا كل الفرص اللي تحتنا. جاني هدف التعادل ضربة ثابتة اللي كنا متخوفين عليهم واللي كنا خدمنا عليهم ديجا يعني في ليزونترينمون يفو فير اتونسيون يعني في سيتو اللي سموه، كما كان الحال يعني تلقينا الهدف التعادل ضربة ثابتة، ومن بعد يعني كان شفنا يعني سريع غليزان كان اكثر خطوره بعد تسجيل الهدف تسجيل التعادل. في نفس الوقت كانت هناك فرصتين سميحتين، خاصه الفرصه الاخيره تاع كوكبو اللي كانت نقول باللي كانت سهله باش يسجل الهدف، ولكن لم يسجل. نقولوا باللي فعلتنا شويه الفعاليه شويه الحظ. ما ننسوش ثاني كنعاود مرة أخرى تلاقينا اليوم منافس عنيد منافس قوي كان في المستوى كما نقول لك حتى رغم اللي يعني احنا بغينا يعني باش نعودوا بالزاد كامل، ولكن نقول رغم بالنسبة لمقارنة بالأداء تاع فريق سريع غليزان في الشوط الثاني نقول باللي يعني التعادل نقولوا منطقي. مع ذلك تبقى سلسلة من 5 مباريات من دون انهزام بالنسبة لشباب قسنطينة ونقطة خارج الديار، تمنيتها بالتوفيق. الحمد لله يعني نقطة ما تكفيش، ولكن نقولوا نقطة كما نقول لك فيها خير إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك سيد شريف حجار بالتوفيق. أيضا اليمين بغرارة أيضا في هذه الروح الرياضية والصور التي دائما نود أن نشاهدها في ملاعبنا في كرة القدم. شوط ثاني مغاير للشوط الأول، كنتم تأخرتم في النتيجة، عرفت كيف تقوم بتغييرات مباشرة مع بداية الشوط الثاني، عدلتم النتيجة وكان فيه أيضا ربما مساحة أيضا لإضافة أهداف أخرى، لكن في الأخير المباراة انتهت بالتعادل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل كل شيء يعني سيرنا المقابله بالمنطق نظرا للخصم المنافس لقوة تاعه، وايضا نظرا للتحضيرات نتاعنا اللي كانت يعني كانت فيها اضطرابات كثيره. ما يخفى لكمش باللي اخر فريق بدا التحضيرات يعني سواء القسم الوطني الاول او الثاني، زياده لذلك الاضرابات المتكرره. سيرنا هذه المقابله بالمنطق يعني خاصه يعني عملنا بلوك يعني كما نقولوا متوسط الميدان، ولعبنا على الاخطاء الخصم، وايضا يعني انفستينا في ليبالاريتي اللي تعتبر يعني نظر للنقص تحضيرات اعتمدنا عليها كثير وعملنا عليها كثير، والحمد لله يعني جات يعني الهدف تعديل على اثر كره ثابته. ايضا الهدف يعني كان مباغت خاصه يعني كان في كره يعني نقدروا نقولوا كان نقدروا نتفاداو هذاك الهدف، رغم ذلك يعني خطوره سياسيه يعني كانت يعني في كل مره بان لوريتم تاع المقابلات باللي فريق عنده لوريتم وفريق يعني راهو يدخل تدريجيا المنافسه بالفعل. لذلك يعني احنا في الشوط الثاني عملنا تغييرات بطبيعه الحال باش نغيروا الوجه تاع الفريق نظرا لدخولنا في الشوط الاول، يعني كنا تيميد ما كناش يعني نفوزوا بالثنائيات، ايضا يعني ما عرفناش كيفاش نستحوذوا على الكره، العاده تاعنا يعني نلعبوا كره ونستحوذوا عليها لاطول مده ممكنه ونبحثوا الحلول. نظن يعني فريق سياسي يعني فريق محترم كما شفتوا يعني كان اخطر منا، لكن هذا ما نقولها مره اخرى المقابله سيرناها بالمنطق نظر لقوه الخصم ونظرت لتحضيرات الفريق تاعنا اللي كانت متاخره.